الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، أما بعد، قال الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائمة ولا حام ولا وصيلة، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. من هدايات هذه الآيات أن هذه الآيات تريد أن تجتث من نفوسنا الإلفة الاجتماعي وما ينشأ عليه الإنسان، فإن الإنسان أحياناً ينشأ في بيئة ويعتاد على ما يفعله أهلها، ويصعب عليه أن يخرج من هذه البيئة وأن يخالفها مهما نزلت عليه من آيات وجاءته من بينات. فيعتاد الإنسان الصلاة التي علمها إياه أبوه، أو تعلمها في سنواته الأولى في مدرسته، ولا يستطيع أن يخالف هذه الصلاة التي نشأ عليها. ومهما تعلم من سنن ومهما ثبتت عليه لديه من ثنن ثابتة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الإلف الذي اعتاد عليه يصعب عليه أن يخالفه. ولذلك مما ينصح به طلبة العلم وجه عام أن يعظموا الدليل، يعظموا ما أنزل الله في كتابه وما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا فهم طالب العلم الدليل، فهم ما تدل عليه الآية من حكم شرعي، وفهم ما يدل عليه الحديث من سنة ثابتة، عليه أن لا يخالف ذلك مهما كان ذلك المخالف. فلا عصمة إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما تدل وتهدي إليه هذه الآيات. فإن المشركين مشركي مكة حرموا أشياء واعتادوا على تحريمها، بحيرة ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ما جاء به الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. إذن هذا الذي ينبغي على طالب العلم الذي جلس بين يدي العلماء وجلس في صفوف الدراسة وقرأ كتاب الله ودرس سنة رسول الله، أن يعظم النص القرآني والنص النبوي. ففي هذين المصدرين وفي هذين الأصلين العصمة من الضلال ومن الزيغ والهلاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم اثنتين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. لكن عليه أن يفهم، لا يستدل هو ولا يفهم مباشرة من القرآن، لا يتجرأ على كتاب الله ولا يتجرأ على سنة رسول الله، ولكن يتبع فهم العلماء لما تقول الآية وما تدل عليه، ويتبع فهم العلماء لما يرشد إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فهم كلامهم وفهم مناط الدليل من الآية أو من الحديث، يجب عليه أن يتبع ذلك، ولا ينبغي له أن يخالف ذلك إلى ما اعتاد عليه. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرشدنا وأن يلهمنا الحكمة، وأن يلهمنا الصواب في كل أمورنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذه الأيام أيها الأحبة أيام ذكر،
لله سبحانه وتعالى وأيام فاضلة. والله عز وجل في القرآن ذكر الصيام وذكر الجهاد وذكر الصلاة وذكر عبادات كثيرة، ثم قال سبحانه: ولذكر الله أكبر. فأعظم ما يتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام هو ذكر الله عز وجل، ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والتكبير مما شرع في هذه الأيام، التكبير المطلق في كل وقت، وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، في كل وقت يلهج الإنسان ويرفع صوته ويذكر نفسه ويذكر إخوانه بهذا الذكر العظيم وهذه الأيام المباركة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.